طيب معلش سؤال تاني. نعم. أخي لحيته يعني ما بتطلعش كاملة، فيها أماكن فراغات، فجايب زيت لإنبات اللحية. الزيت ده مطلوب منه إن هو يحلق لحيته الأول علشان يكون ليه تأثير، أنصح يتركها كما هي، ولا لأ؟ يتركها كما هي ولا يعذب نفسه، يتركها كما هي. تمام، جزاكم الله خيرا، دعواتك لينا. الله يبارك فيكم جميعا، ربنا يبارك. حياكم.